أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من ليالي الكويت وعلى شاشة تلفزيون دولة الكويت. أمسي عليكم ومسي على زميلتي ليلى. مساء الخير. مساء الخير محمد. محمد دشينا فصل الصيف، حر خلاص، حر. أي والله بدأت درجات الحرارة تصير عالية والواحد وده يشرب شيء يسرسح على قلبه. أكيد اليوم حتى درجة الحرارة قاعدة تزيد والناس ما عندها وين تروح، الجو برا حار خصوصا في فترة النهار، والله حتى بالليل بيني وبينك حار بعد. حتى بالليل واهي. فدائما الأماكن المسكرة هي تكون مستهدفة عند الجمهور أو اللي حاب يبرد على نفسه، وأيضا المشروبات الباردة لازم ضروري. أقول لك الواحد وده بعد هالحرب بعد ما يخلص مشاويره سواء الصبح سواء الظهر وحتى في الليل وده يشرب شيء بارد يسرسح على كبده. محمد انت اذا طلعتي مراجعه الصبح بالنهار تسوقتي لازم ماي، وماي بارد بارد، انا كل شيء بارد لازم اشربه. مشاهدينا معنا هذا التقرير مختص في الفنادق والهبات الحلوه اللي كل موسم من مواسم السنه لازم يطلع لنا فنتك حلو بخصوص الموسم الصيف والمشروبات البارده. نشوفها ليلى. نشوفها محمد. يلا يدش موسم الصيف وترتفع فيه درجات الحرارة، تبتدي هبات المشروبات الباردة في كل مكان وبنكهات مختلفة، سواء كانت عصاير أو القهوة الباردة بمذاقاتها المختلفة واللي انتشرت مؤخرا بشكل كبير. خلونا نشوف الناس شنو تحب وليش. هبتنا بالقهوة الباردة، إن الناس هبة بالقهوة الباردة أكثر من العصاير. قهوة باردة كالعادة، قهوة الباردة بس حار ونشرب أشياء باردة. الواحد يحتاج يصير فرش شوية خصوصا أن الحر برا، شايفين نكهتها لذيذة وغريبة. بالنسبة لي الباردة أطيب. أنا أحب أشرب سلاش لأنني أحب يعني شيء ريمون أعيش بالصيف، أحب لأنه بارد بالصيف. البارد قهوة أو عصير، هبات تبرد علينا حر الصيف. اليوم في ليالي الكويت الأستاذ الدكتور عبد اللطيف البدر، مدير جامعة الكويت الأسبق وأستاذ كلية الطب، أسرار الأنصاري ومحمد العلوش المتحدثين الرسميين للهيئة العامة للشباب. تنوعت الفنون الشعبية في العالم لكن تبقى فنوننا هي الأجمل والقريبة من الواقع. تطورها كان من خلال الأصوات اللي تناقلتها في سنوات مختلفة. ليلة غنائية شعبية مع الفنان باسم الردهان الخميس القادم في ليالي الكويت. شو تسافر؟ الله يهديك بس يا محمد، هذا وقته. نية تعبانه وانت تقول بسافر، لا يبا لا سفر ولا علاج بالخارج. فنانين قدموا اعمالهم في الدراما والمسرح بكل صدق وحرفيه، ادوار مدروسه وكاركترات تم اختيارها بعنايه تامه، في رصيدهم تاريخ كبير من الابداع والعطاء الفني. كل اللي قلته راح، ان الله سبحانه وتعالى كتب انه يروح. النجوم الفنان الدكتور فهد العبد المحسن، الفنانة زهرة الخرجي، الأربعاء في ليالي الكويت. ارتفاع أسعار مواد البناء في الأونة الأخيرة قوبل بموجة استياء المواطنين وأصحاب العقار والذين اعتبروه غير مبرر ويثقل كاهلهم. للحديث عن هذا الموضوع بيكون معنا باكر محمد العنزي الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في ليالي الكويت.
صاحب سجل علمي ومهني كبير، له مجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية، حرص على تفعيل وتطوير الدراسات العليا، تقلد العديد من المناصب في جامعة الكويت حتى أصبح مدير لجامعة الكويت عام 2011. الأستاذ الدكتور عبد اللطيف البدر، مدير جامعة الكويت الأسبق وأستاذ كلية الطب، الحين في ليالي الكويت. أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا مرة ثانية، وودنا ترحبون معنا في ضيفنا اليوم الدكتور عبد اللطيف البدر. يا هلا ومرحبا فيك دكتور. دكتور ما شاء الله مسيرة علمية طويلة تعددت فيها خبرتك ومناصبك، من مدير جامعة الكويت إلى عميد كلية الطب، خرجت أجيال وأجيال. دكتور ودنا تقول لنا شو اللي اختلف من هذاك الوقت لما بلشت أو أسست قسم في كلية الطب بالسبعينات إلى يوم اليوم؟ والله برأيي ذاك الوقت الطلبة كانوا أكثر جدية من الوقت الحاضر. أيضا الدراسة كانت تجبرهم على الجدية، كنا نتبع ما يسمى بالتريديشنال الدراسة الطبية اللي كانت متبعة من القديم، اللي هي تبتدئ بالعلوم ثم العلوم الطبية ثم العلوم الكلينيكية. فكان الطالب يأخذ المقرر ويجتهد يجتهد، ونتأكد من فهمه وأخذ للمعلومة بامتحانات في نهاية السنة بحضور ممتحنين خارجيين. في الآونة الأخيرة تغير البرنامج إلى فلسفة جديدة. الفلسفة الجديدة هذه مهمة، ولكن برأيي لا تصلح لخريج الثانوية العامة. ما هي هذه الفلسفة؟ الفلسفة إن الطالب لازم يصير سيلف ليرنر. أنت توجهه وتعطيه مثلاً 100 سؤال وهو بروحه يحاول أن يكتشف الإجابة. يحاول يكتشف الإجابة. والمهم هذه الطريقة. طبعاً هذه الطريقة فلسفة جديدة ومهمة وسريعة للمعرفة، ولكن إذا الطالب هذا خريج عنده بكالوريوس بالكيمياء بالعلوم، يعني طالب وأيضاً مر في مرحلة الدراسة ووصل إلى جزء من النضوج العلمي، فهذا التغير. الآن كون الآن المحاضرات غلت أو مو مثل أول، والامتحانات غلت وهالمجرا، صار الطالب مو ملتزم مثل أول. أول مضطر يكون ملتزم، وإذا هو مو ملتزم حنا نجبره أن يلتزم. عفوا دكتور وسام محمد، إحنا نتكلم عن عدم الالتزام في فترة الجائحة، هل هي في هذه الفترة أم إحنا نتكلم كذلك قبل؟ نتكلم عن قبل، ما نتكلم بشكل عام. إذا الوضع هذا غير طبيعي ما نتكلم عنه. نعم. الطلب أنت تقصد دكتور أن اليوم الطلب اللي موجودين في كليات الطب غير ملتزمين نفس اللي بالسابق؟ بالسابق كانوا أكثر التزاما. بالسابق كانوا أكثر التزاما من الوقت الحاضر. ما سبب برأيك دكتور؟ أنا أقصد السبب إن البرنامج نفسه ما يلزمهم. البرنامج نفسه ما يلزمهم. الطالب يحضر بنفسه، وبالتالي المطلوب منه إنه ينجح في امتحان. طيب. والفكرة التقليدية اللي ببالك اللي ممكن تواكب خريجي الثانوية، الفلسفة الجديدة المختصة في طلبة الطب هذه اللي موجودة حاليا، هذه تختص ما بعد الجامعة،
شنو الفلسفة اللي ممكن أو الطريقة اللي ممكن الآن مدام الطلبة متبعين الفلسفة الحالية؟ نعم. أنا نصيحتي أنهم ما يقبلون بكلية الطب، يقبلون بكلية العلوم، وبعد سنتين تأخذ المبدعين في كلية العلوم، مو تأخذ المبدعين بالثانوية العامة. بس إن الطريقة الفلسفة الجديدة هذه صحيحة وصحيحة صحيحة ومتبعة في جامعات كثيرة، مو الأغلبية طبعا تتبع النظام القديم. نعم. ولكن في جامعات تتبعها، ماكماستر في كندا، كيس وسترن ريزيرف في أمريكا، في جامعات وايد تتبعها، ولكن برأيي لا تصلح لخريج الثانوية. نعم حاليا، لكن دكتور احنا قاعد نشوف مثل ما تفضلت التعليم قاعد يتطور، وقاعدين نشوف حول العالم مش فقط في الكويت، ربما تجمع هذه الفلسفة، فلسفة التعلم الذاتي أو self learn مع تعليم التلقين الذي ربما كان قبل. إذا جمعت الفلسفتين، هل ترى أن وخصوصا في جامعة الجدادية بما أنها أحد الصروح العلمية الجديدة راح تكون في دولة الكويت، هل تشوف أنها ممكن تكون فعالة في تخريج أطباء أكفاء أكثر؟ هي فعالة طبعا، حتى بالسابق أنا لا أؤمن بالتلقين، جمع الفلسفتين لا أؤمن بالتلقين، ولكن الجمع بين الاثنين طبعا هو الأمثل. ولكن المهم شوفي، أي تعليم ما يصير مكتمل إلا إذا الخامة اللي تشتغلين عليها مكتملة. نعم. للأسف في الكويت كان أيام أول بالأقل أيامي ما كان فيه إلا ثانوية واحدة شويخ، وبعدين بدت كيفان عقبها. كان في ذاك الوقت في نهاية المتوسطة في امتحان شامل، في نهاية الثانوية في امتحان شامل، في امتحان شامل، وكلنا بالكويت معروف من الأول ومن الثاني من الثالث من الرابع. تغيرت السالفة الآن ما شاء الله، كثرت المدارس، مو بس كثرت المدارس، صار في مدارس خاصة وبلغات مختلفة. إذن البلد ناقصها امتحان وطني يوحد كل من هذول. نعم. مهم جدا ان من يدخل الجامعه عنده الكميه القليله من الاقل كميه معلومات مطلوبه لدخول الجامعه. المعدل من المدرسه لا يعني شيء. يعني انا اتذكر بالثمانينات نادر ما يجينا طلبه من المدارس الخاصه، لما درسنا الموضوع وجدنا ان خريجين المدارس الخاصه ما يعطون معدلات عاليه مثل خريجين المدارس الحكوميه. نعم. يعني في اشياء كثيره، ومو بس هذا، بعضهم يقبل بكلية العلوم، وطلبتنا يدرسون بكلية العلوم، ونلاحظ أن بعض الطلبة اللي حنا رفضناهم أدائهم بكلية العلوم أحسن من الطلبة اللي حنا قبلناهم. إذن آن الأوان بالواقع، أنا نصيحتي لوزارة التعليم العالي أن يكون في امتحان وطني. هذا الامتحان يشمل كل المدارس اللي تدرس بالكويت، كويتية وأجنبية، يكون باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. بل الامتحان يحدد المستوى الأدنى للقبول بالجامعة أو إعطاء بعثات إذا بيبتعث خارج الكويت، ويجب يكون الاعتماد على الامتحان الوطني مو على المعدل. دكتور، الامتحان الوطني هل يختلف عن امتحان القدرات اللي حاليا يقومون فيه الطلبه قبل لا يلتحقون في الجامعه؟ غريب من ذلك، بس غريب من ذلك. شنو الفرق بينه وبينه؟ شنو اللي ممكن يكون فيه احسن اذا؟ هو شوف، امتحان القدرات الطلبه مو مهيئين له. بس الآن لما يكون عندك امتحان وطني، أي مدرسة الآن يهمها جدا أن طلبتها يكون أدائهم متميز بالامتحان الوطني. نعم. لأن الامتحان الوطني مهم. امتحان وطني إذا ياردستيك، مسطرة. نعم. من هالمسطرة مو بس تعرف منو أحسن طالب بالكويت ومنو أنزل منه، من هالمسطرة أيضا تعرف شنو معدل خريجين المدرسة ألف، من معدل خريجين مدرسة باء، من معدل خريجين مدرسة جيم، وبعدين أنت المدارس اللي عندها مشكلة تعالجها. نعم.
مو بس هذا، حتى داخل المدرسة الطالب ابن هالمسطرة يعرف أداء أساتذته. نعم دكتور عبد اللطيف، أنت باشرت عملك كأستاذ في كلية الطب عام 78؟ 78 عام 78. شروط قبول طلبة الطب آنذاك ما هي؟ ذاك الوقت المعدل ما في غير معدل. كم المعدل؟ يتغير. كنا ما كنا ناخذ أقل من 90%، ولكن بعض الطلبة يعني نادر أن نقبل 90%، لأن كان عدد محدد 80 طالب. يعني ما نقدر. ليش هالعدد هذا موجود دكتور؟ يعني لأن الأعداد هذه محكومة بالأسرة في المستشفيات تدريبيا، مو بس بالسرير. السرير يجب أن لا يكون فاضي، يكون عليه مريض. نعم. فالنسبة العالمية 10 أسرة لكل طالب سريري. نعم. 10 أسرة لكل طالب سريري. سريري. يعني لو تقول كلية الطب عندها ثلاث سنوات سريرية، ولو قلنا 80 و80 و80 مجموعهم 240. نعم. إذن يبي لك اضرب هذا بعشرة، 2400 سرير. نعم. كمية الأسرة في البلد كانت تتطلب أنك يكون أن العدد ما يتعدى 80، وكان هذا هو السبب بالواقع، مو بس بالكويت، في أي جامعات العالم. نعم. ينظرون إلى مغدرة الاستيعاب للأماكن الكلينيكية اللي عندهم، وعلى أساسها يقبلون الطلبة. نعم. نعم دكتور، بما أنك ذكرت موضوع الاستيعاب السريري، حضرتك أنت أستاذ بقسم الأمراض السريرية. نعم. الآن شلون بالنسبة للمقررات الطبية في جامعة الكويت، شلون أنتم مواكبين؟ نفس ما تفضلت اختلف طريقة التدريس، اختلفت أو المقررات الطبية اختلفت من أنذاك إلى يومنا الحالي، فشلون أنتم حريصين على مواكبة هذا التقدم على أساس أنكم توفرون كل شيء حق طالب؟ هو المعلومة كانت متوفرة بالسابق ومتوفرة الآن، لكن هناك تطور في الطب دكتور والمقررات الطبية. أنا عارف. نعم. بالواقع مع بكل سنة بسنة المعلومة تتطور. كلام صحيح، ولكن أداء هذه المعلومة للطلبة نفسها، يعني نفس الطلبة يأخذون نفس المعلومات. نعم. كل ما هو بالوقت السابق بالطريقة التقليدية. نعم. إنك لما تعطي المحاضرة ما تعطيهم الأشياء يمكن يقرونها، تعطيهم الأشياء اللي تخلينهم يفهمون اللي يقرونه. الآن حل محل ذلك إنك تعطيهم أسئلة وتتركه على كيفك، على كيفه. الآن بعدين هم يقدرون يجون ويجتمعون بالأستاذ كأعداد قليلة ويتناقشون مع الأستاذ بالأسئلة هذه، يعني بعضها يمكن يجدون فيها صعوبة، الأستاذ يتناقش معهم ويشرحها لهم. نعم. لا، مثل ما قلت، هاي فلسفة زينة وحديثة، ولكن تبيلها طالب شوية أكبر. لو عاد الدكتور عبد اللطيف البدر إلى عمادة الكلية، ستعيد البرنامج؟ لا، ما أعيده، لأن العجلة ماشية ما ترجع. يعني مشكلتنا بالوطن العربي، واحد يغير والثاني يرجع، فتمشي خطوة وترجع خطوة، ما نتحرك. الآن الفلسفة هذه موجودة. نعم. أنا برأيي مدخلات كلية الطب يجب أن تتغير شوية، ومثل ما قلت لك قبل شوية، برأيي يجب الآن اللي يدخلون كلية الطب هو المتميزين. نعم. في مثل كلية العلوم أو كلية العلوم الحياتية، أو يعني أشياء تتعلق بالطب مدروسة علميا قبل لا يدخل كلية الطب، مو من الثانوية. هذا رأيي. يعني أنت كانك تقول أن اليوم يفترض أنه ما نقبل طلبة الثانوية لكلية الطب دايركت. هذا اللي أقوله. هذا اللي بالضبط اللي أقوله. لو ترجع للنظام الأمريكي مثلا،
النظام الأمريكي. بالسابق كانوا يطلبون بس سنتين 48 وحدة، ولكن بسبب التنافس صار الآن ما ينقبل إلا لعند بكالوريوس. وأيضا بسبب التنافس بعض الجامعات المتبيزة نص اللي يدخلون فيها عندهم ماجستير ودكتوراه، فعندك طالب متميز بالبكالوريوس ومعهم طلبة عندهم ماجستير ومعهم طلبة عندهم دكتوراه وكلهم يدرسون الطب. نو هذيل ما تتعب معهم لأن الآن بس في المواقع الكلينيكية اللي يجب يكسبون فيها خبرة عملية هو هني التعب، ولكن المعلومة هم قادرين على تحصيلها. نعم دكتور، بال 78 لما بلشت في كلية الطب كيف المشهد أمامك لما جيت أنت، وشون أسستها وشون حطيت على نفسك حمل أنك تأسسها بالطريقة الصحيحة؟ كلية الطب كانت مؤسسة فيها ناس قبلي حتى ما قسم كان الله يذكره بالخير الدكتور عبد المحسن عبد الرزاق عميد. نعم. وأنا جيت كحديث وصرت جزء من هذا الفريق قسم علم الأمراض. بالواقع قسم علم الأمراض بدأ تقريبا فصل دراسي أو فصلين عقب ما جيت. وفي ذاك الوقت أنا ساهمت بالتدريس، ساهمت بالتدريس ومتفرج على الوضع، وبعد ما شفت أشياء كثيرة بدأت عملية التطوير بالمساهمة مع الآخرين. طبعاً ب 81 أنا صرت نائب العميد لشؤون الأكاديمية. هني أعطتني فرصة أكثر كوني مسؤول عن الشؤون الأكاديمية إن نطور بكثير، مو بس العملية التعليمية أيضا الأورجنايزيشن مالت العملية التعليمية. وطبعا الطلبة بعضهم كانوا يرون أنها كانت شديدة، ولكن أنت معروف عنك شديد دكتور، لكن كل الخريجين الآن مبسوطين. يعني ذاك الوقت كانوا يتذمرون، الحين بس كنت مبسوطين. شديدا في الدراسة أنا كفرد ماني شديد، كل اللي يعرفني يعرف أني ماني شديد، ولكن أنا أحط قدامك طوفة وأعلمك شلون تتعبر هالطوفة. نعم. لا تقول لي صعد فوق يرني بالحبل. يا سلام عليك دكتور. عرضت عليك رئاسة قسم، رئاسة القسم في كلية الطب، لكنك رفضتها بعد ما كنت عميد للجامعة وبعد ما كنت عميد لكلية، عفوا مدير للجامعة وعميد لكلية الطب. عرضت عليك لكنك الآن أنت رئيس في قسم الأمراض السريرية. ماني رئيس، ليش رفضت؟ أستاذ. أنا أستاذ، ماني رئيس. أنت أستاذ عفوا. yeah. ليش رفضت رئاسة القسم؟ شوفي هذه أمور إدارية. نعم. أنا أول شيء ما أحب الأمور الإدارية، وثاني شيء جربت الإدارة. يعني في ذاك الوقت كنت مجرب الإدارة كعميد كمساعد عميد، يعني مو شيء جديد بالنسبة لي، فحبيت إني أكون سينيور في القسم. اللي يبي يستشيرني بشيء أنا موجود، اللي يبيني أساعده بشيء أنا موجود، ولا وطبعا أدي شغلي واجبي اليومي، بس ما بيلتزم بهذا بياخذ إجازة وذاك عنده مشكلة ثانية. هذه مو يعني مريت بس. إذا أنت تفضل التعليم على الإدارة؟ طبعا خصوصا، يعني خصوصا بنظري يجب لما يبتدئ الشخص بالتعليم عضو هيئة التدريس يجب أن يتطور إلى أن يصير بروفيسور. عقب ما يصير بروفيسور لربما 10 سنين بعد ذلك يقضيها بإدارة إذا عنده الفن الإدارة. ترى مو الكثير عنده فن الإدارة، الإدارة فن فعلا. وبعد 10 سنين بالإدارة خلاص يعني يجب أن يرتاح. دكتور أنت كل المناصب اللي عرضت عليك أنت رافضها مبدئيا؟ الصراحة أنا ما عمري دورت منصب.
ودائما زملائي يرشحوني او ودائما لما يطلب مني ما قد مره قلت اي في اول وهله. نعم صحيح. يعني في من مساعد العميد اتذكر ب 81 نعم الى حتى مدير الجامعه. نعم. في مدير الجامعه قعدت اسبوع على ما وافقت. بالضبط بالضبط كلامك صحيح ما ادري من يتبع المعلومه ولكن انا في ذاك الوقت كنت امين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبيه. نعم. وكنت بديت برنامج وهذا البرنامج كان هدفي فيه حلو. ان كل طبيب تحت التمرين يجب ان يكون بالكويت. حلو. لا يصح ان اطبائنا المتميزين ندزهم برا ويجون بعدين يرجعون للكويت. دكتور إيه عفوا ردا على نقطتك في مقابلة العام كنت مع زميلتنا تكلمت عن الابتعاث للتخصص ابتعاث الطلبة للتخصص وفضلت أن الطلبة يبتعثون للخارج يتخصصون ويرجعون للمصلحة العامة. لا ما فهمت المقابلة ولا أنا ما كنت متميز فيه. تفضل وضح لنا لو سمحت. لو سمحت. أنا أؤمن نعم بالتخصص بالكويت. نعم. ويجب انت تتكلم عن الطب فيجب الكويت بورد يجب ان يكون اساس التخصص بالكويت. وهذا ما اسسته. فهمت شلون؟ هذا يجب ان يكون. نعم. والكل يجب كويتي او غير كويتي ما دام يعمل بالكويت يجب ان يكون تحت اشراف البورد. يا سلام. وبعد 5 سنوات من التدريب إذا اكتمل ونضج يعطون امتحان. نعم. والامتحان بوجود حتى ممتحنين خارجيين الهدف. نعم. من الممتحن الخارجي حتى يعرف مستوى أداء أطبائك ومستوى تدريبك لأنك أنت تبي الاعتراف الخارجي للبرنامج مالك مثل ما عملنا بكلية الطب. نعم. لما يأخذ الكويت بورد الغير كويتي إذا تبيه موجود ما تبيه أنت عطيت البورد يقدر يشتغل فيه بكل محل لكن بالوقت الحاضر في مشكلة. ما هي المشكلة؟ النظام بالكويت يتبع برنامج إنجليزي. نعم. اللي هي تخرج من كلية الطب تصير مساعد مسجل ثم يقول لك لازم تاخذ ماجستير عشان تصير مسجل. السؤال وين برنامج الماجستير بالكويت حق الطبيب حتى ذي؟ وبعدين لازم عقب ما تصير مسجل اخذت ماجستير لازم تاخذ دكتوراه وتصير مسجل اول. زين هذه وينها بالكويت؟ كيف يكون برنامج مهني وإداري متواجد بالكويت مبني على شهادة مي متواجدة؟ نعم. فكان الكثيرين وهو قاعد بالكويت يسجل برا ويجي ماجستير أو يسجل برا ويجي دكتوراه إذن ما في تدريب متكامل. نعم. لهذا أنا أعتقد أن الكويت بورد يجب أن يكون شامل. نعم دكتور ليش البعض يقول انه بالعكس خلي عيالنا يكسبون خبرات عالميه من مستشفيات عالميه ويرجعوا مره ثانيه للكويت؟ ما عندي خلاف في ذلك. حلو. بس مو للحصول على الشهاده. انا اعطي الكويت بورد ومن خلال الكويت بورد اذا الكويت بورد 5 سنوات من هذه 5 سنوات كل سنه 3 أشهر اطلع برا في مكان أماكن مختلفة في العالم لكسب الخبرة وتعلم أشياء جديدة قد تكون مو متواجدة بالكويت. نعم. أنا مع ذلك مو مع التقوع وتقعد بالكويت لا ماني معاه ولكن ماني مع الدزة برا. في السابق كنا محتاجين لذلك يعني بالسابق محتاجين له لكن في الوقت الحاضر ما شاء الله الكويت فيها أطباء متميزين بالجامعة فيها أساتذة. نعم. إذن ليش مو هم يدرسون؟
لكن دكتور نفس ما تفضلت، لما نبعث الطبيب الكويتي للخارج أو دارس كلية الطب دارس الطبيب للخارج، أنت راح تبعثه حق دول مختلفة، فإذا يكتسب خبرة، خصوصا مثل ما تفضلت العلم قاعد يتطور، الطب يتطور من سنة إلى سنة، فممكن أنه هو يفيد الكويت أكثر إذا بتعثت. ما عندي مشكلة للخارج. بذلك ما عندي مشكلة، نعم. ولكن يجب أن تكون من خلال الكويت بورد. يجب أن يكون البرنامج متكامل، برنامج تدريبي متكامل صحي عندنا في الكويت. هذا ما تطمح إليه. حلو. دكتور قبل أن نتكلم عن هذا البرنامج، عندنا مداخلة مسجلة حق البروفيسور الدكتور حسين دشتي، نوجه له تحية، نشوفها ونرجع نكمل معك دكتور. حديث عن الدكتور عبد اللطيف البدر اللي أنا عارفه، زاملته، كنت معه أستاذ مساعد عميد للشؤون الإدارية، فعرفته من قرب، عرفته أنه إنسان أخلاق عالية، خدماته الجليلة لكلية الطب، لمركز العلوم الطبية، خدمات لا تعد ولا تحصى، فمن جميع النواحي، سواء من ناحية الأبحاث، عمل الدكتور عبد اللطيف معي أنا ومع زملاء كثار، نشرت في مجلات طبية عالمية، من ناحية التدريس لباع طويل في التعليم بالكويت، خاصة لما مسك زمام الاختصاصات الطبية معهد الكويت للاختصاصات الطبية، كان أمين عام للكلية، فطبعا تتلمذ على يده كبار من زملائنا الأطباء، الآن طبعا هم زملاء ويؤدون واجبهم على أكمل وجه، وهو لباع طويل في جميع النواحي، جميع الأشياء العلمية اللي إحنا في صدد تطويرها في مجتمعنا الكويتي، وأشكركم لاستضافتكم لي. طبعا نشكر الدكتور البروفيسور حسين دشتي على هذه المداخلة، وبما أن طرى الدكتور عبد اللطيف دكتور حسين طرى الأبحاث، حضرتك أنت تخصصت بالعلوم الوراثية في البداية وعملت في مستشفى الصباح فترة، ورحت بعدين للأبحاث اللي كانت أبحاث حزتها أبحاث السرطان، إلى الآن ما هي الأبحاث التي تستهوي الدكتور عبد اللطيف البدر؟ والله بالوقت الحاضر طبعا أنا كنت لما كنت هناك عملنا بكثير من أدوية كانت تحت التجربة الآن تستعمل هني، سيس أسيد، بلاستين، تركسيت، كلها كانت في ذاك الوقت. الأدوية الحالية هي نتيجة أبحاثكم في السا في لما كنا في هيوستن، يعني كثيرين ناس طبعا اشتغلوا عليها، بس أنا جزء من هذه المنظومة كانت على الخلايا ثم على الحيوانات ثم على الإنسان، إلى أن أقرت وصارت تستعمل. طبعا لما هنا بالكويت عملنا أبحاث كثيرة، يعني بعضها بالأنتي أوكسيدنت عملناها، عملنا أبحاث على خلايا سرطانية. الآن مع أنه مو هو مجالي في 100% اللي هو تايب 1 دايابيتس اللي هو مرض السكري اللي يعتمد على الانسولين، بالواقع زارني صديق واستاذ متميز في السكر، في ابحاث السكر، وبالواقع عنده جوائز كثيره بما فيها جائزه الملك فيصل للطب، ما شاء الله، وكان هدفه انه يعتقد ان التايب 1 دايابيتس الطفل ينمي يطلع فيه اوتو انتي بوديز، يطلع فيه مضادات للخلايا اللي تفرز الانسولين وتغذي عليها، وبالتالي يصير هذا الشخص يحتاج الانسولين باقي حياته. يعتقد ان بامكاننا احنا نوقف هذا، بأن يقول أن في أمينو أسيدز نواقص، اللي عندهم هذه في نواقص أمينو أسيدز، فيقول لو عطينا هالأمينو الأسيدز للأم قبل أسبوع
وبعدين الأم الحامل. نعم. وهي حامل قبل قبل الولادة بأسبوع. نعم. ولو عقب الولادة نعطي الجنين هذا الشيء لمدة أسبوعين. نعم. يعتقد أن لو عمل ذلك إن لربما ما يصير فيه التايب 1 دايابيتس. طبعا هذا إذا صحيح راح يكون ثورة في الذي. نعم دكتور ربما أستشف منك أنك مشكك في هذا الموضوع. لا ماني مشكك بس. نعم. أنا عمري ما أعطي شيء أكيد ما عندي ببرهان بيدي. نعم. برهان بيدي بس أنا أثق مؤمن فيه بس الحين أبي أشوف النتيجة. طبعا عشان تسوي هالشيء تبتدي في بالحيوان ثم تنتقل الى الانسان. نعم. ففي نوع خاص من الفيران اللي هذول يصير فيهم هذا المرض. فقاعدين الان تجارب. كليه الطب تشتغل عليهم فهو جاي طلب مني اني اساعده. نعم. وبدينا بشغل هذا لمساعدته. نعم. ولكن للأسف توفى الله يرحمه. فالتزمت بالاستمرارية. نعم. دكتور عبد اللطيف لك إسهامات كبيرة جدا في مركز دسمال السكري. نعم. كلمنا عن هذه النشأة. والله شوف مركز دسمان يعني بسرعة حتى ما ضيع الوقت الأخ علي شملان يعني في مكتبي لما كنت عميد كلية الطب. نعم. وقال إن سمو الأمير يابن الأحمد في ذاك الوقت يقول إنه يبي شيء يبين من إنتاج مؤسسة التقدم العلمي إن المجتمع يشوف شيء يبين. وقال شيء أشياء طبية وعدد ذاك اليوم الدكتور علي شملان من أمراض القلب وكله وهلم جرًا. فقلت له يا أبو شملان ترى هذه الكويت تحتاج إلى شيء يتعلق بالسكر عندها مشكلة السكر ويجب أن يكون تركيز أبحاث يعني حتى لو تنشئ مركز قول مركز أبحاث وعلاج السكر. فقال أوكي تركني. عقب 3 أيام اتصل فيني قال لي أبو حمد عرضت الموضوع على سمو الأمير وقال الموضوع الآن متحمس يجب أن نبتدي فيه. وين نبتدي؟ قلت له ليش ما تزور ستينو في بوسطن؟ جاسلين في بوسطن معروفة. ستينو في الدنمارك ما أدري منو أضاف كينغز كوليج في إنجلترا بعدين هذا أنا ما يبصيرة كينغز كوليج ما أعرف شيء عن إنجلترا. المهم خلاصة الكلام زار هالأماكن وأيضا طلب مني أن أزوره معاهم وبعدين طلب مني أن أتبنى التصميم مال المركز اللي الآن موجود وأيضا تناقشت مع الشركة اللي بنت المركز وبني المركز. نعم. وفي بدايته كنت جزء من مجلس الأمناء مالوته. نعم. طبعا أنا كان هدفي في ذاك الوقت إنه يكون في واحد مدير له ويكون في نائب للشؤون الإكلينيكية ونائب للشؤون البحثية. نعم. وكان بودي أن بوث الكلينيكيين والباحثين يندمجون مع بعض لعلاج المريض وفائدة المريض وبنفس الوقت دراسة المرض. فهذا هو علاقتي معه والآن دسمان موجود والبركة في اللي موجود فيه إن شاء الله يطورونه إن شاء الله. دكتور لك سلام خاص من البروفيسور حمود القشعان. والنعم. مطرشنا الصور إن شاء الله مخرجنا إبراهيم. والنعم. الملة يحاول يحط ها كاي موجودة. والنعم. سلام خاص وهو طبعا دائما بتواصل كريم. هو ابن الجهرة وأنا اللي خلفية بالجهرة من وين الصورة هذه دكتور؟ هذه والله ما أدري الصراحة. لا شكلها شكلها كنا في مطار. في مطار. زين. اللونج في مطار. يعني. حلو. دكتور على طاري الدكاترة ومشاركة الدكتور حسين دشتي وأيضا حمود القشعان منو من زملائك لازلت متواصل معاهم؟ منو من طلبتك اللي درستهم من البدايات إلى الآن متميز لما كان طالب؟ معظم طلبتي زملائي الحين يعني شو أقول لك في كلية الطب
الآن نصها كويتيين الحمد لله كانوا طلبة الآن زملاء ما شاء الله. طبعا بالجامعة في أحمد القشعان والنعم طبعا هو علوم اجتماعية وآخرين يعني ناس بالهندسة في ناس عملوا معاي مثل الدكتور حسن السند دكتورة فريال بربيع بكلية العلوم كلهم ذول ناس عملوا معي واعتز في الوقت اللي قضيناه مع بعض للأسف الآن ما أشوفهم ما أشوفهم وايد إنما اللي موجودين كلية الطب على اتصال معهم يعني البارحة مثلا مو البارحة اليوم العصر كنت مع الدكتور عبد المحسن عبد الرزاق مع الدكتور باسل النغيب مع الدكتور حسن الإبراهيم بالمناسبة حسن الإبراهيم كان مدير سابق عبد المحسن مدير سابق وأنا مدير سابق ثلاثتنا كنا مدراء سابقين اليوم حنا مع بعض يعني الدكتور عبد المحسن عبد الرزاق حقيقة مسيرة عطرة في العمل في إيه طبعًا إيه طبعًا طبعًا عساكم على القوة عسى الله يطول بعماركم ويعطيكم العافية. دكتور عبد اللطيف خلال عمادتك لكلية الطب ما هو برأيك أهم قرار اتخذته صب في مصلحة كلية الطب والطلبة؟ أول شيء قبل العمادة لما كنت نائب العميد للشؤون الأكاديمية يعني بذاك الوقت هو طبعا التركيز على فهم المعلومة مو حفظ المعلومة والمعلومة ما تي إلا من المواظبة والحضور. في ذاك اليوم يعني قعدت مع رؤساء الأقسام في اللجنة التعليمية وأقنعتهم بأن خلال سنة اللي يغيب 20% يجب أن يعيد السنة. يعني أنا أتكلم الحين خلال السنة يمكن ندرس يعني حضوره يمكن 1000 ساعة إذا 1000 ساعة يغيب 200 ساعة مو مقبول يعني أكثر من 200 يعني 20% أكثر من 200 مو مقبول. كنا نجتمع بنهاية كل سنة ونقول عشان الطالب ما نهضم حقه نقول هالطالب غاب أكثر من 200 سنة ساعة. ساعة. ها؟ 200 ساعة 200 ساعة آسف غاب أكثر من هالكثر أكثر من 20% يجب أن الكل يتفق أنه يعيد السنة. لو واحد يقول أنا ما أتفق نمشي مع الواحد لكن دكتور هذا ما يأثر على كفاءته في العمل كطبيب في المستقبل لو أن واحد مثلا أنتم كلكم متفقين إلا شخص واحد. هي شوف هي العملية التعليمية نسبية يعني ما لما يتخرجون الطلبة في طلبة نابغين بالواقع في طالبة من الطالبات اللي تخرجوا عندنا كانوا الممتحنين الخارجيين مبتهرين ويتقول لو عندنا بوست جراجويت لنجحناها. وفي طلبة يستوفون الحد الأدنى وتخرجهم حتى لو ما كنت مقتنع فيهم ولكن هذا هو هي الرول حطيت أنت حد أدنى واستوفوا الحد أدنى. فهي العملية نسبية العملية نسبية ولكن يجب أن تعمل ما هو مستطاع للتأكد أن حصلوا على الحد الأدنى من المعلومة المطلوبة. نعم الدكتور عبد اللطيف البدر يعني الحين لو اللي ينجح بحد أدنى لو كنت تمسك زمام الأمور لو الأمر لك ما تخلي يتخرج لو بيدي ما خلي دكتور ترى أنت لازلت شديد شوف في أوادم يعني أنا يعني إحنا من عرفنا كلية الطب تقبل عدد معين على سبيل المثال قبل 80 ما يتخرج 80 يعني هذا شيء ثاني هذا شيء ثاني مو مني أنا من هم ما يدون واجبهم وممكن من شدة الطاقة كان في ناس طبعا يحاولون هم يقبل 80 كان في ناس منهم من نفسهم يحاولون كان في ناس ما ينجحون عقب ما ينجحون مغرر أو مغررين يفلون بواقع في ناس وايد حولوا من كلية الطب وصاروا نابغين في تخصصات أخرى ما شاء الله في واحد الآن في كلية الحقوق استاذ بكلية الحقوق لما كنت مدير الجامعة يسلم علي بذيك يقول دكتور أنت طاردني قلت شلون طردتك
قال أنا درست كلية الطب بالطب إلى سنة ثالثة، وبسنة ثالثة انطرتني، فحين رحت كلية الحقوق والحين أنا أستاذ بكلية الحقوق. قلت عيل إذن الابتتود مالك حقوق مو طب. نعم. أخطأتي الطب. الدكتور في 2013 أنت تصرحت وقلت أن هناك خلل بين عدد الخريجين والمقبولين في كلية الطب، هل هذا الخلل لا زال مستمر؟ اللي ولو الآن ماني مطلع 100%، لكن اللي أفهمه من زملائي إن الأغلبية تتخرج مو مثل في ذاك ذاك الوقت. نعم. طيب. هل هم أكثر تأهيلا؟ ما أدري. طيب حضرتك أنت بما أنك خريج أمريكا، دراسة الطب في الكويت هل هي أقرب للأبروتش الأمريكي أم الكندي؟ مخلوطة. لا مخلوطة. مخلوطة. الدراسة الكلينيكية غريبة جدا. نعم. غريبة جدا بالواقع، معظمها غريب جدا. كل الفرق مثل ما قلت له في البداية إن الطالب بأمريكا أكثر ماتشوريتي وأكثر علما من الطالب بالبداية لما يبتدي، أكثر ماتشوريتي وأكثر علما. فلما يوصل للنهاية، لما يوصل للنهاية طالبنا يتعب أكثر من ذيل من لما أنت تتعب كمية المعلومة ما تصير أكثر من اللي ما يتعب. نعم. دكتور الحين الطالب يتخرج من جامعة الكويت كلية الطب، يحصل برنامج تدريبي بالكويت؟ بكمز موجود البرنامج هذا، كمز موجود لذلك. نعم. والكويت بورد في كويتيين وايد الآن استشاريين ما عندهم إلا الكويت بورد. نعم. إذن ليش ما الكويت بورد يصير يعمم على الكل؟ يعني هذا هو شلون دي الكويت بورد، شلون معهد الكويت اختصاصات طبية تأسس؟ نعم. في سنة 83 خرجنا أول دفعة. هذه فكرتك ولا كانت؟ هي بيني وبينك أنا ما أحب دي أقول هذه فكرتي، ولو إنه أعتقد 100% إنها فكرتي. أنا دكتور حسب ما قرأت وحسب ما طلعت إن هي فكرتك وهي مطالباتك، علشان كنت ذاك الوقت ولد صغير في كنت أجلس في اجتماعات ما يسمى البوست جراجويت إديوكيشن، كان يترأس الله يرحمه نوري الكاظمي. نعم. وكان يجون ناس من برا، من معظمهم من انجلترا، ويجون ذاك الوقت الصباح، يجون الصباح ويقولون هالوحده اكريديتد للتدريب وهالوحده اكريديتد للتدريب، ويجون يمتحنون وبس. انا مو داش بمخي هذا، هل هو التدريب يجب ان يكون له ستراكشر منظم، ولا التدريب اني اهده وبعدين امتحنه؟ يمتحنون وكانوا يرسبون ذاك الوقت الام ار سي بي والافعال، يمتحنون ويرسبون ثم يمتحنون ويرسبون ثم يمتحنون ثالث، الاغلبيه ثالث رابع مره يا الله ينجح. زين هذا حتى اللي ما درس الطب لو تمتح ثلاث اربع مرات خامس مره بينجح. زين وبعدين يلاحظ ان اللي مدرب نفس اللي ماخذ نفس الشهاده بانجلترا عنده خبره ومعرفه اكثر من اخذنا شهاده عندنا في بلدنا. نعم. ليش؟ لان هناك التريديشن ستراكشر للبروجرام، احنا هنا ما عندنا التريديشن. فهذا هو اللي كان صاير بالكويت، فاقترحت انه يجب ان يكون في ستراكشر بروجرام. طبعا بامريكا يسمونه امريكان بورد، قلنا احنا يصير في كويت بورد. نعم. يعني و 83 لما تخرجوا اول دفعه قلنا الحين تخرجت يجب ان يكون في برنامج تخصصي لهم، فطالبنا فيه. في جولاي 84 انشئ معهد الكويت للاختصاصات الطبيه. نعم. وطبعا كون وزاره الصحه صارت جزء من وزاره الصحه. دكتور ما قبل هذا البرنامج التدريبي ايش كان يعني حاله المتخرج او الخريج ايش يسوي يعني؟ شلون تدرب؟ قلت لك كان في برنامج يسمونه بوست جراجويت ديبارتمنت، وكان مسؤول عنه الاخ الدكتور الله يرحمه نوري الكاظمي كان مسؤول. وكانوا يا يبتعثون لبرا او يبون ممتحنين انجليزي يبتحنون. واضح. بس ما في برنامج تدريبي منظم. دكتور الان بكل شفافيه وصراحه،
ما رأيك بالأطباء الكويتيين سواء كانوا خريجين كلية الطب في الكويت أو من الخارج؟ شوف، خريجين كلية الطب وروا تميزهم بالواقع لما خذوا الـ VQE ذاك الوقت، VQE والآن USMLE، مغلبيتهم نجحوا وراحوا تدربوا، اللي راح أمريكا واللي راح كندا. خريجين كندا مثلهم مثل أي طبيب، أو وأمريكا مثلهم أي واحد برا، ومتميزين. اللي يحز بنفسي إن ما في برنامج تدريبي يستفاد من خبرتهم ومنهم. يعني الطبيب مو بس طبيب يعالج مريض، أيضا يجب أن يكون أستاذ لمن هو أصغر منه. لو الكل، لو في برنامج تدريبي منظم، الكويت بورد، البرنامج موجود بس لو يعمم والأطباء هذين يشغلون فيه لاستفادت الكويت من الكل استفادة كاملة. الآن بعضهم يروح المستشفى ويجي طبيب صغير والمريض ما يعرف هذا صغير ولا كبير. إن شاء الله نشوفه بالمستقبل. دكتور، أخيرا شنو كلمة أو شنو ودك تقول حق طلبتك اللي تخرجوا تحت إيدك واللي لازلت تدرسهم حاليا، وحق الطلبة اللي بيتخرجون من الثانوية وإن شاء الله ينضمون إلى كلية الطب؟ كل اللي بقولهم طالبوا باللي أقوله، يعني اللي هي يجب أول شيء الدراسات العليا يجب أن تكون بالكويت. هذا لا يعني أنك تنعزل عن برا، لا، تروح برا. بالواقع أنا أفضل الفلوشيب تكون برا والريزيدنسي تكون هنا بالكويت. حتى الفلوشيب بعضها بالكويت ولكن يكون فيها سفرات إلى آخره. حتى بالجامعة، حتى ما يكون المسألة بالعملية التعليمية كلها بالجامعة. أنا أحس بنفسي إن جامعتنا اليوم عمرها حول 60 سنة، إذا ما تعدت 60، وللحين عندها بعثات تدز برا. أنا يعني بكل صراحة لما كنت مدير كنت أستحي مدير جامعة ودزهم طلبتي حق ناس ثانيين برا يدرسونهم. ليش أنا بدل ما أعطيه سكولرشيب يروح برا، ليش ما أعطيه منحة تعادل الدرجة الرابعة ويجي يحضر الدكتوراه تحت واحد من أساتذتي، وعقب ما يحصل على الدكتوراه يروح هارفارد او اي مكان برا، مكان برا. بالواقع يحبون ايدنا اذا يجيهم واحد عنده دكتوراه يشتغل لهم ابحاث، طبعا يتعلم منهم بس هم يستفيدون منه ويكسب خبره في انفايرمنت، في جو مختلف عن جو الكويت، ويرجع مو يرجع غريب على الكويت وعلى الجامعه، يرجع لانه ماخذ دكتوراه من عندها فهو متعلم عليها. نعم. لان لما تدزهم ببعثه هناك ما يخلونهم يمارسون التدريس، ما يخلونهم يسوون شيء، بس يعلمونهم. انت لما تي متعلم وعندك دكتوراه بس ما عندك خبره لا بالتدريس ولا بالتدريب ولا يعني شنو الفائدة؟ نعم. في مرة طالب خريجي من برا عنده دكتوراه وبالهندسة، قال لي دكتور عندي مشكلة. قلت شنو مشكلتك؟ قال لي دشيت الكلاس روم تيني النفاضة. شرموا، قلت بقلبي عدني مو لهم، شرموا عليك على اللي دزك برا. يعني ليش؟ يعني قصدي لأن ما عنده خبرة للتدريس، لكن إذا عندك هني أنت يساعد أستاذه بالتدريس ويتعلم منه ويسوي أبحاث معه ويأخذ الشهادة من هني. هذا هو نصيحتي لزملائي، لأن أمشور الآن كثيرين مثلي، أنا والجيل مالي مشرفين والأمر بيدهم. يعطيكم الصحة والعافية وعساكم على القوة، وشكرا لك وإن شاء الله تكون رسالتك وصلت. دكتور عبد اللطيف البدر، شكرا لوجودك إن شاء الله. شكرا لإعطائي الفرصة أني أقول هذا. أنا صار لي سنين أقوله بس أقوله لمجموعة صغيرة، ما قط يعني قلت للملأ. شرفنا فيك دكتور. ليلى، عندنا فقرة الحين مع زميلنا عبد اللطيف الصالح، وخلنا نشوف شنو عنده.
كامل أبد. هي كلنا ذوي احتياج ونحتاج للذراع السند. لا تناظر بماضي زمان، كل اللي كان عدى وكان، احنا معك نرسم امل وقلوبنا مسكن امان. خذ خطوة واحنا من ورا، عجل ولا تبالي سوا، وبتلقى من حولك بشر تكون الصورة معاك. لحياة أفضل. مساكم الله بالخير، حياكم الله بحلقة جديدة، معكم أخوكم عبد اللطيف الصالح من برنامج ليالي الكويت وفقرة زوم، الفقرة اللي عودكم كل سنة استقبل فيها ناس عندنا هني في الاستديو وحاورهم، بس هالسنة كوفيد 19 ومنتشر مرض فيروس الكورونا، فراح نقابلهم عن طريق برنامج زوم. اليوم معنا طالب الطب عبد الله، طالب طب أسنان بمصر. طب أسنان، أينا. تمام، شلون اللاين معك؟ والله ماشي اللاين الحمد لله. سهالات سهالات، ابتسامتك ما تقول سهالات، يعني حمد بعد طب، يعني طب سنه اولى. ها اي سنه اولى. تأقلمت مع الاونلاين ولا للحين، بما انك اصلا جديد على الدراسه بكبرها؟ يعني شوي شوي تأقلمنا. اول ايام ان وضع مصر غير الدول الثانيه، ما فيه نظام التمهيدي، فالناس جايين اللي ما يعرف انجليزي عدل وكذا ياخذ صعوبه. انا شوي انجليزيتي زينه الحمد لله، فالوضع شوي بسرعه بسرعه مشى معي يعني بسهوله. زين، يعني لقيتوا احد ممكن يوجهكم او يدلكم الطريق هناك؟ جميع الطلاب هناك الشباب كلهم، يعني ولا واحد كلهم ما قصروا معنا نهائيا. الله يعطيهم العافيه، ما احس انه راح تحس بغربه بمصر. زين، شنو احلى شيء بمصر خلال تواجدك هناك بشهرين؟ والله الشعب صراحه. اكيد عندك طبعا، غير انت تشوف عن البثات الثانيه، ابسط اشياء ان الاكل مثلا. يعني باقي الدول مثلا هذا حرام هذا حلال، احنا عندنا لا، يعني دوله مسلمه والحمد لله. احنا شعب اكيله ترى، يعني ما ضيع في كل مكان، موجود الاكل في كل مكان. واصلا احنا الكويتيين اكيله ومطاعمنا نار اللي هنا بالكويت، فنطلع نروح غربه صعب شوي، بس بمصر ما احس اني راح اضيع وراح اضايق من الاكل، لان اكلهم حلو اصلا. اكل البيت هم غير وحلو طبعا. تطبخ حلو؟ شنو طبخت؟ ايش المشابيس؟ تسوي مشابيس؟ اسوي شو ما اسوي. الوالده ما قصرت بعد تعلمني. تعلمت بالشهرين ولا من زمان؟ والله انا بالكويت اساسا راعي مكشات والسوالف هذه. لو ادري كان قدم طب اسنان درس معك. وين عندنا ناس احسن مني بعد. بعد في احسن منك؟ ما شاء الله. ويوصل المواصيل طبق الوالده. اكيد لا، هذه اللي يطق لها تذكره عاد ترجع تاكل مكبوسها. وجه لها تحيه والله. هذه اللي يطق لها تذكره بس عشان ترجع تجرب مكبوسها وترد ديرتك. اي والله صح كلامك صح. انزين، انا سولفوا لي عند واوين مصر. واي احد يدق عليه اصلا حتى اللي بلندن وامريكا، كل الطلبه اللي قابلناهم عندهم دواوين. انت طالب طب اسنان، شلون تقدر توفق بوقتك انت تدرس وتروح دوانيه وكذي؟ والله انا يومي، يعني يومي في اللي هو دراسه الجامعه، واروح اتمرن بالنادي. بعد تروح نادي؟ هذا كان شخصيا يعني، اما مثلا باقي الطلبه يقول لك انا ما اقدر اوازن، شلون تسوي كذي؟ لا، الواحد يسمع طب، لما نسمع طب يعني احس انه لا، لازم 19-20 ساعة باليوم كذي تفكيرنا احنا عنكم. اول ايام يعني اول شهر اقول لك انا كنا مو عارفين شيء، مثل ما قلت لك ان احنا مصر ما عندنا شيء اسمه تمهيدي، فمو عارفين ولا شيء وكل انجليزي، فبعض الشباب مو فاهمين كذي. فاول شهر صدق لا نادي لا طبخنا ولا شيء، نطلع بس يوم الجمعه يعني. كلش كنا مضغوطين. اما بعد فتره تعلمت كل شيء انا. انزين، ليش اخترت طب اسنان؟ هذه سألتها حق زملائك اللي قبلك. أكثر إنسان الناس ما تحب تروح لطبيب الأسنان، ليش؟ أنا ما أحب نهائي طبيب الأسنان كلش يعني. هذا منهم؟ ليش على تخصص طب أسنان؟ تقدر تقول أنا من قبل خاطري الشيء هذا، يعني أنا حاس نفسي في المكان هذا. وطبعا غير أخو، أنا أخوي يدرس طب بشري كذلك في مصر، تعرف يعني مهنة الطب مهنة وايد حلوة. هلو. وأنا صار كل طبعا يدش مهنة الطب، يعني مجالاتها وايد مفتوحة. أنا كنت بديش هم طب، بس لان الكويت يبوني اطلع عندهم، فهونت كان ادش تلفزيون. اوكي كلمه اخيره ودك توجهها حق مشاهدين برنامج الكويت واهلك اللي بالكويت؟
والله انا اول شيء حاب اشكركم على استضافتي. يا بعد راسي. وحاب اشكر جميع الطلاب اللي بمصر من السنوات اللي على مننا اللي سنه ثانيه وثالثه اللي خامسه وما قصروا بولا شيء من داخل الدراسه ومن برا الدراسه. يعني بكل شيء من سكن من دراسه من كل شيء. واخر شيء طبعا لازم اشكر الوالد والوالده. اكيد الخير والبركه. اي طبعا وهم ودوني مصر وثقوا فيني وطبعا صرفوا علي وتعبوا علي ان شاء الله اردها لهم بعدين باذن الله. وانت قدها وقدود ان شاء الله وترجع لهم الكويت بالشهاده الكبيره ونورتنا يا العدواني وتروح ترجع بالسلامه ان شاء الله. اجمعين يا عبد راسي الله يسلمك يا حبيبي. كان معاكم اخوكم عبد اللطيف الصالح مع عبد الله العدواني ضيفنا اليوم. ان شاء الله تلقوني وتشوفوني الاسبوع الجاي في برنامج ديال الكويت نفس هالحزه. الى اللقاء. ارتفاع أسعار مواد البناء في الأونة الأخيرة قوبل بموجة استياء المواطنين وأصحاب العقار والذين اعتبروه غير مبرر ويثقل كاهلهم. للحديث عن هذا الموضوع بيكون معنا باكر محمد العنزي الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في ليالي الكويت. في السنوات الأخيرة اعتمدت الكثير من الجهات الحكومية تعيين متحدثين رسميين لها ليكونون قريبين من الناس في نقل كل الأخبار اللي تخص الجهة. ومؤخراً أعلنت الهيئة العامة للشباب عن تعيين متحدثين رسميين لها. شنو وظيفة المتحدث الرسمي؟ ودوره ومهامه؟ الحين بنعرفها مع أسرار الأنصاري ومحمد العلوش المتحدثين الرسميين للهيئة العامة للشباب. معكم مشاهدينا بالمتحدثين الرسميين للهيئة العامة للشباب زميلنا محمد العلوش وأيضا أسرار الأنصاري. حياكم الله وألف مبروك. يا هلا ومرحبا والله يبارك فيكم ما قصرتم. الله يبارك فيكم وإحنا بعد بدورنا نبارك لكم في إطلاق استراتيجية وزارة الإعلام. ودائما احنا ما نشوف الجهات اللي لها رؤيه ومجتهده يكون لها استراتيجيه تمشي عليها. فنتمنى لكم التوفيق في ان شاء الله الاستحقاقات القادمه من خلال التحول الرقمي واعاده هيكله وزاره الاعلام. فكل التوفيق لكم ان شاء الله. احنا اليوم كشباب ترى نفتخر فيك محمد ونفتخر باسرار اليوم في هذه الثقه من المسؤولين في ان يكون شباب كويتي متحدث رسمي لهيئه معينه سواء كانت هيئه العامه شباب او بقيه الوزارات. فهنيئا لكم تستاهلون والله. ما قصرت تستاهلون. لما عرضت عليكم هذه او عرض عليكم هذا المنصب هو يعتبر مسؤوليه عليكم. فبالسؤال موجه لتسار وكذلك لمحمد، هل كان في تردد في انكم تقبلون المهمه المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه؟ صحيح، هو في البدايه ما كان تردد كثر ما انه كان تفكير عميق وعميق جدا، لان دور المتحدث الرسمي مو مقتصر بس على انه ينقل خبر معين فقط او انه يذيع شيء، لكن بالنسبه لي المسؤوليه الملقاه على العاتق كبيره جدا، لان انا وايد مهم اني اتكلم واكون دقيقه جدا في نقل الدور الكبير
وتوجيهات في البداية القيادات في الهيئة العامة للشباب، وأيضا أني أتكلم عن عمل زملائي وزميلاتي داخل الهيئة. يعني أنتوا اليوم كم تشوفون أنا ومحمد، لكن في شباب قاعدين يعملون ليل نهار، خلية نحل زملاء وزميلات الصراحة شاهدتي فيهم مجروحة. فوايد مهم أن إحنا نبرز دورهم ونبين، وأيضا نأكد على أن عمل هؤلاء الشباب للشباب. نعم، ماذا عندك محمد؟ خصوصا أنت ربما قلت قبل شوي كنا نسولف، قلت أنك كنت ناطر هذا مهمة الناطق الرسمي يمكن من 3 سنين. لا مو ناطر، أنا من 3 سنين ناطق رسمي. بالعكس، أنا يعني أختي أسرار إضافة كبيرة لنا في جهاز أو يعني في الناطق الرسمي للهيئة العامة للشباب. هو تكليف بالنهاية ومسؤولية صحيح، ولكن هو يعني بالنهاية في مجهود شباب وزملاء لنا في الهيئة العامة للشباب. إحنا نطلع بالإعلام نتكلم نتحدث عن الإنجازات ولا عن الفعاليات والأنشطة اللي إحنا نقوم فيها في الهيئة العامة للشباب. نعم، وزير الإعلام ووزير الثقافة وايضا وزير الدوله لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري هو داعم اكيد للشباب، وهو كان ما يعني عنده مهام هيئه العامه للشباب. اليوم هذه الثقه اللي اعطاها للشباب امثالكم، واحنا نعتز فيكم كشباب، شنو تعني لك اسرار هذه الثقه من معالي الوزير؟ للامانه اذا بتكلم الصراحه عن معالي الوزير، اذا بتكلم عن الثقه اللي دائما وابدا كان يولينا اياها، يعني انا اول مره تعرفت عليه في اول تور لي وظيفي لما تاسس الكيان الشبابي، كان من الاشخاص اللي شفتهم لاول مره. معالي الوزير داعم واثق، والاهم انه دائما يعطي المساحه، ودائما ما يتعامل معنا ابدا ترى كرئيس مع مرؤوس، او يتعامل معنا كمجرد زملاء، لكن ايضا كاخ يدعمنا داخل الهيئة، وأيضا دائما يشجعنا ويثني علينا ويدعمنا على الأمور الخارجية اللي إحنا نسويها وأنشطتنا وفعالياتنا أو أي شيء إحنا لا علاقة فيه خارج الهيئة. فهذه الثقة شيء ما هو جديد أبدا على معالي الوزير، ويعني ياما شجعنا والله، الكلام لو بقول ما راح يخلص الصراحة. أكيد. نعم، كذلك أسئلتك أسرار، تعيين امرأة في هذا الدور يعتبر خطوة كبيرة لدعم المرأة الكويتية، شنو أثر هالخطوة عليك؟ للأمانة هذه يعني خطوة جميلة جدا، وأنا شيء إذا بتكلم أو أبي أوضحه، إحنا من بداية عملنا من تأسس أي كيان شبابي دعم المرأة داخل هذه الكيانات موجودة. نعم، يعني هذا ينعكس على إدارتنا لبعض المشاريع، ينعكس أيضا أن إحنا داخل الهيئة عندنا نساء بيتقلدون مناصب إشرافية ومناصب قيادية، ودائما وأبدا المسؤولية عندنا ما كان يفرقون ترى أبدا داخليا نفرق بين امرأة ورجل، كثر ما أن منو عند الكفاءة وعند القدرة وعند القابلية أن يتحمل هذه المسؤولية. فهذا شيء جميل جدا داخليا، وإحنا سعيدين أنه هو منعكس خارجيا. وإذا بنتكلم أيضا بشكل عام مو بس داخل، إحنا قاعدين نشوف أنه ما شاء الله في حضور كبير جدا على مستوى الناطق الرسمي. بتكلم عن الرائعة المبدعة أنوار جاسم مراد الناطق الرسمي لوزارة الإعلام، بتكلم عن الرائع وجد العثمان الناطق الرسمي لهيئة الغذاء والتغذية. هذا شيء موجود، وإحنا دائما وأبدا نتمنى أنه هو يستمر ويبين بشكل أكبر وينعكس على باقي المؤسسات، أكيد يكون تمثيل مو بس داخلي أو حتى خارجي لكن على مستوى دولي بإذن الله. نعم. محمد علوش اليوم المتحدث الرسمي هو مسمى يحمل مهام خاصة في المؤسسة، اليوم هذه المهام ما تحس أنها مسؤولية كبيرة عليك كشاب أنك تحمل هذه المهام الكبيرة وتكون أنت بالواجهة؟ صحيح، وهو يعني مسؤولية كبيرة. نعم. ولكن بفضل يعني دام احنا قلنا وجبنا طاري معالي الوزير عبد الرحمن المطيري، أمانة كانت الثقة من البداية كانت من معالي الوزير قبل سنوات. نعم. دائما ما كان يعطينا الثقة، و يعني شهادتنا جدا في مجروحه، دائما ما يعطينا يعني المحفزات والكلام الطيب والكلام الزين، واحنا سعيدين كذلك احنا بوجود صوت شبابي في مجلس الوزراء. يعني الحين مجلس الوزراء عندنا ممثل فيه اللي هو معالي وزير الاعلام وزير الدوله لشؤون الشباب. هي مسؤوليه، ولكن احنا يعني باذن الله قادرين ان شاء الله على هذه المسؤوليه، ما بين تنوع ما بيني وبين اختي اسرار زميلتي، وإن شاء الله قادرين على هالمسؤولية بإذن الله. بإذن الله. عادة في الجهات الرسمية إحنا متعودين أن محمد أنه يكون هناك ناطق أو متحدث رسمي واحد باسم الجهات الرسمية، ليش وزارة الشباب والرياضة
فيها ناطقين رسميين اللي هي حضرتك أسرار وكذلك محمد. الهيئة العامة للشباب حطت ناطقين، صحيح. هو بالنهاية اهتمامات ممكن يكون مرأة ورجل من فئة الشباب، كذلك الاهتمامات المختلفة، يعني ممكن أسرار مهتمة في مجال الثقافة والأدب وغيرها من هذه الأمور، أنا في المجال الرياضي يعني وكذلك تمكين المرأة، أنا في المجال الرياضي مجال الشبابي، يعني نوعا ما فيعني نوعا ما يكون في تنوع ما بيني وبين أسرار. نعم فضلي. إذا كان عندي إضافة بسيطة أيضا، إحنا ودنا كان يعني نتكلم مو بس تفعيل الدور، يعني كان في متحدثين رسميين سابقين وما شاء الله أدوا دورهم على أكمل وجه، وإحنا من هذا المكان نقول لهم يعطيكم العافية ما قصرتوا. إحنا أيضا ودنا أن إحنا أنا عن نفسي ودي نمارس أشياء جديدة، نطور الطريقة. مثلا أنا أشوف أن المتحدث مو بس لازم أنه يتكلم فقط، لكن لازم أنه يسمع ويوصل الرسالة، يوصل المشكلة، يوصل الإطراء، يوصل حتى أبسط المعلومات. وأيضا لابد أنه هو يبادر، يروح، مو بس ينتظر الشباب أنهم يجون له. فأنا يمكن هذه الأشياء اللي أنا ودي أركز عليها، أنا وايد أحب العمل الميداني بنفس الوقت، فتصير في أمور دائما بيني وبين محمد اتفاق، إيش رأيك هني ولا شلون ممكن نطور، وإحنا في صدد أن إحنا نحط إن شاء الله تصور وخطة جميلة جدا توصل فكرة ليش تم اختيار اثنين، وشنو هالأثنين إذا عطيتوهم الدور ما راح يكون ترى العملية راح تصير أبسط، لكن لا راح تصير أكبر وبشكل أجمل. أنا أعتقد المسؤولية عليك أكبر أختي أسرار، لأن أنت اليوم امرأة ويطلب منك الاتصال مع القيادي داخل الهيئة العامة للشباب، وأيضا الاتصال والتواصل مع المؤسسات الإعلامية سواء كانت تقليدية أو حتى الصحف الإلكترونية. ما تحسين أن هذا راح يأخذ من وقتك ويبي جهد زيادة على أسرار؟ لا بالعكس، للأمانة إذا بنتكلم يعني إحنا نشتغل من أول ما تم تأسيس كيان أو مؤسسة مثل الشباب من 2013، إحنا متعودين. وشيء الجميل أخوي محمد إن إحنا داخل الهيئة بالذات إحنا عندنا سياسة الباب المفتوح، أنا ما أحتاج أني أنتظر أيام أو ساعات ولا كتاب رسمي على أساس أنا أتواصل مع مسؤول ولا قيادي أوصل له وجهة نظر معينة، أمر طارئ، نعرض عليه فكرة، أي تصور، ودائما وأبدا كل تصوراتنا وكل كلماتنا وكل الأشياء اللي إحنا نطمح فيها دائما محل ترحيب، الأبواب دائما مفتوحة. ويمكن إذا بتكلم من باب عملي، أنا كوني أشتغل في إدارة العلاقات العامة والإعلام وأترأس التسويق الاستراتيجي، هذا نوعا ما يخليني أنا أتابع أساسا كمهمة وظيفية أساسية المعلومات موجودة عندي، وكذلك موجودة عند أخوي محمد بناء على الإدارة اللي يشتغل فيها. فاللي بيصير أكثر الجهد المضاعف إن إحنا شلون نرتب هذه المعلومات ونظهرها من خلال التصور القادم اللي راح تكون. محمد، الآن المتحدث الرسمي دائما يجب أن يكون على أهبة الاستعداد، لازم، لأن مع الأحداث اللي تصير ومع في حالات الطوارئ اللي نفس مثل ما احنا فيها الحين، هذا يشكل ضغط أو رب على حياتكم ربما الشخصية كذلك. ممكن تكلمنا شلون ممكن يشكل ضغط عليكم أو لا؟ هو صح لازم يكون المتحدث الرسمي على هبة الاستعداد، وشفنا هذا الشيء في يمكن خلال فترة طافت في وقت كورونا، كان عندنا كثير من الاستحقاقات في الهيئة العامة للشباب، كنا نطلع أثناء الحظر، أثناء الجائحة، في المحاجر، في يعني كان عندنا مستشفى ميداني في أحد مراكز الشباب عندنا، فإحنا كنا نطلع ونتكلم للإعلام، وهذا دور الهيئة بشكل عام. يعني صراحة يعني ما أبي أبخص دور الهيئة، يعني ما أبي أتكلم عن المتحدث الرسمي وأقول عن دور الهيئة، دور الهيئة كان جدا مهم جدا في جائحة كورونا من خلال مركز العمل، يعني مركز الاتصال للعمل التطوعي والإدارة العامة للدفاع المدني، كان التواصل مع المتطوعين، فكنا احنا متواجدين في أهبة الاستعداد، جميع الموظفين، ما أبي أقول أنا ناطق رسمي فقط، جميع الموظفين موجودين. فمثل هذه يعني عسى الله يعديها على خير إن شاء الله وتخلص، يعني قلتهم غدا شرها بإذن الله. يعني شفنا شيء صراحة غير مسبوق، وشفنا أداء جدا جميل من الشباب، سواء من الزملاء في الهيئة العامة للشباب أو الشباب الكويتي بشكل عام. نعم محمد، اليوم هل تحتاج أنت وأسرار فريق متخصص معاكم يساهم في نقل الصورة أو نقل الصوت للهيئة العامة للشباب لدى الجمهور الخارجي؟ هل ممكن في عندك فريق ممكن تخصصه مستقبلا عشان يدعم موقفكم تكون المتابعة لحظية وياكم؟ صحيح صحيح، هو لابد يكون في رؤية وفي استراتيجية تمشي عليها من خلال الناطق الرسمي. مبدئيا أنا وأختي أسرار إحنا اللي ماسكين الحين يعني كمتحدث رسمي، بإذن الله راح يكون في فريق، يعني لابد
تواجد المتحدث الرسمي في جميع مثلا الاجتماعات الخاصه في الهيئه العامه للشباب، شنو التطورات، شنو الانشطه والفعاليات، لازم تكون ملم في هذه الامور كلها بحيث ان تقدر تتكلم لوسائل التواصل الاجتماعي او الاعلام عن الامور الخاصه في الهيئه العامه للشباب. نعم سار، مثل ما تفضلتي ان المتحدث الرسمي لازم يكون على طول على استعداد بايصال المعلومات حق المتلقي، وتفضل محمد وقال احنا الان في العصر الرقمي، شلون ممكن انك توصلين اخبار هيئه الشباب والرياضه، خصوصا ان الاخبار ممكن تكون على بعد ضغطه سر. بالضبط، هذا اللي ابي اكد عليه، ان احنا يمكن قبل كان في وايد صعوبه، اتكلم عن قبل عشرات سنين 15 سنه، في ان الرساله توصل بشكل صحيح، بشكل دقيق، بشكل سريع. احنا الحين مثل ما قلتي على بعد ضغطه زر من ان ننشر، من ان ننفي، من ان ناكد، من ان حتى نعرض شيء ولا نكشف عن شيء، نعلن عن شيء. هذه المسألة نوعا ما احنا في الفريق اللي انا اشتغل معه اساسا التسويق الاستراتيجي، هذا الشيء احنا نمارسه بشكل دوري. عندنا ايضا فريق مختص في الاعلام له خطته الجميلة اللي يعني قاعد يشتغل عليها، وبنفس الوقت احنا الحين قاعدين نشوف على التحول الرقمي، ترى الكل قاعد يتحول تحول رقمي. واخر شيء مثلا شفناه برئاسة معالي الوزير، في هناك لجنة عليا للتحول الرقمي للجهات التابعة قاعدة تحاول قد ما تقدر أن هي تجتمع وتسوي آلية لتنظيم هذا التحول. فهذه بالنسبة لي هي لغة العصر، لكن أيضا أنا دائما أؤكد أن الميدان لابد منه. حلو، بس أعتقد اليوم في اختلاف محمد في حياتكم. اليوم أنت تحمل منصب رسمي وأيضا أسرار، اليوم مو معقول أشوف مثلا أو بعض الصحف تأخذ تغريدة من محمد تكتب المتحدث الرسمي للهيئة العامة للشباب كتب كذا، وانت بعد اسرار يعني صح. فهل هذا وضعكم امام قيود ومسار في خلاص يعني هل المغردة اسرار راح تتغير بالنسبة لنا او محمد العلوش؟ اعطوني الفلسفة. يعني انا بتكلم عن نفسي، يمكن انا هادي شوي بالسوشيال ميديا، يعني ما عندي يعني ممكن امور ممكن اصرح فيها او غيرها من هذه الامور، بس بالنهاية في مثل ما يقولون امور شخصية وامور رسميه. الامور الشخصيه هو الطبيعي، يعني انت بالنهايه انسان طبيعي يعني تقدر تقول ماذا عن اسرار. لا بكل تاكيد، يعني اساسا انا من اول ما دخلت عالم التغريد والسوشيال ميديا دائما وابد كنت دائما احط اعتبارات. نعم. اعتبارات اجتماعيه، اعتبارات سياسيه، وهذا الشيء ما يعني ان انا انسلخ من افكاري ولا الاشياء اللي انا اؤمن فيها، لكن بحدود المعقول، لأن في إنسان ممكن يكون عنده رسالة نبيلة جدا لكن أسلوب خاطئ ما حد راح يتقبلها منه. أكيد بلا شك. فهو أهم شيء الأسلوب، أهم شيء إحنا شلون نوصل رسالة، ويعني إن شاء الله خير. أنا حقيقة سعيد فيك أسرار وبمحمد العلوش، تستاهلون حقيقة، وإن شاء الله أشوفكم في مراتب أعلى وأعلى إن شاء الله. كلمة أخيرة أسرار الجمهور أو محمد. مشكورين على هذا اللقاء، احنا سعيدين جدا معك اخوي محمد، اختي ليلى، استمتعنا، وكل التوفيق في الاستراتيجيه الجايه. شكرا على هذا اللقاء، وانا ودي اوجه رساله اخيره، رساله لاخونا وزميلنا وصديقنا واخونا الكبير عبد الله فهد العريفان. نقول له انت اقوى من المرض باذن الله، وعسى الله يشافيك ان شاء الله وترد لنا ان شاء الله بالسلامه، ونتمنى من المشاهدين يدعون له ان شاء الله انه يقومه بالسلامه ومشافه ومعافى باذن الله. الله يشافي ويعافي. شكر موصول لكم اسرار ومحمد، شكرا جزيلا لكم. محمد كذي وصلنا حق ختام حلقتنا الليله. نعم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى مع بقيه الزملاء، وتصبحون على خير. في امان الله.